وخذ مقياس العوالم وانظر بعين القياسة وشوف ضرب السيف علمن ولمن تلوق الفراسة. هاشم عصر كل غالمة والفرح من أصلامنا عباس باسمه صارمة بنو من هاشم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وآلاف التحية وأزكى السلام على أشرف الخلق والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم خدام أبي عبد الله الحسين، أيها الكربلائيون الأبرار الأحرار، ورحمة الله وبركاته. مجدداً نلتقي تحت هذه الخيمة الكبيرة، خيمة هيئة الشباب الحسيني، وفي رحاب هذه المجالس المباركة التي نقف من خلالها على سيرة ومسيرة الراحلين من حملة راية الخدمة الحسينية المقدسة في هذه المحافظة المعطاء من خطباء وشعراء ورواديد وكفلاء للعزاءات. مجلس هذه الليلة منعقد باسم خادم أهل البيت السيد علي البلوشي الكربلائي، تغمده الله بواسع رحمته، إلى روحه الطاهرة أرواح أمواتكم جميعاً. من مضى من أهل هذا الجمع بلغ اللهم الجميع عنا ثواب المباركة الفاتحة مشفوعة بالصلاة على محمد وآل محمد. الفاتحة. برنامج تاريخ الأمجاد، العنوان الآخر لنشاطات هيئة الشباب الحسيني، والذي يبث من خلال قناة الإمام الحسين الفضائية الثانية في تمام الساعة 9 من مساء يوم الجمعة، ويعاد بثه في تمام الساعة 2 من ظهر يوم السبت. إلى ذلك نسترعي انتباهكم. الحاج رسول العامري، مقرئ ومؤذن العتبة الحسينية المقدسة، يشاركنا بتلاوة معطرة نستهل بها مجلس هذه الليلة. نستقبله مرحبا به بالصلاة على محمد وآل محمد. أنور الإيمان في قلبي من صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقنا لتقرأه على الناس على مكث لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام الحسن العسكري عليه السلام: إنما اتخذ الله إبراهيم خليلا لكثرة صلاته على محمد وآل محمد. كلمة تشريفية يتفضل بإلقائها السيد حيدر البلوشي، نستقبله مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت مندي وذا أهوى أبا حسن. اللهم صل على محمد وآل محمد. عندما أعرض لهذا البيت واقعا حصلت على هذه التغذية من الجهتين، تشرفت بهذه التغذية من الجهتين. ربما شيء بسيط
أنقله عن والدي. ربما فقط كان لي موقف معه لم أذكره إلى الآن، هذا المكان الأول الذي أذكره فيه. في بعض الروايات أو مما ينقل عن أحد علمائنا أنه لما قرب منه الأجل أخذوه أهل بيته وأصحابه إلى المستشفى، وكان في غيبوبة، وضعوه في الحجرة وكانوا عنده وكان في غيبوبة، بقي على هذه الحالة إلى أن أفاق للحظات من هذه الغيبوبة والتفت إلى باب الحجرة وقال: إن السيد آت، إن السيد آت، إن السيد آت. فاستغربوا من هذا الكلام، ظنوا أنه يهجر آخر لحظات، قرب منه الأجل، ظنوا أنه يهجر، ولكن التفت إلى باب الحجرة وقال: وعليك السلام سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين، وتوفى. كل منا لابد قبل وفاته أن يرى نتيجة أعماله، أن يرى من الذي سيحضره، مع من كان في الحياة الدنيا، مع الحسين أم مع غير الحسين، مع آل البيت أم مع غير آل البيت. لابد أن يرى نتيجة عمله قبل وفاته. الآية القرآنية تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الوراء باللغة المراد منه الأمام، المستقبل، اللفظ المقابل. بمجرد حتى إذا جاء أحدهم الموت، قبل أن يموت، لأن الآية تقول ومن ورائهم، البرزخ يكون بالموت، ومن ورائهم بعد ما مات، من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الآن ما مات يرى نتيجة أعماله، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. بمجرد مجيء الموت أنقل فقط هذه عن والدي السيد علي رحمه الله. قبل وفاته، قبل أن يدخل بالغيبوبة الأخيرة التي توفى بها وهو مستلقي، قال كلمة، قال لي كلمة. أولا قال باللفظ: بابا أنا رحت أموت، بس ديروا بالكم على عزل حسين. هاي الكلمة قال لي: ديروا بالكم على عزل حسين. قلت له: بويا الله يطول عمرك، لا أطمئن، أفديك بروحي وبأولادي. قال: هذا حكي، هذا حكي، الأمر خلاص انتهى، هيك كلامه خلاص بعد انتهى، هذا حكي بويا، الأمر خلاص انتهى بعد. قال: يا موسى بن جعفر، أول شيء قال يا موسى بن جعفر، خلص بعد. بعدين قال: يا أم البنين، خلص بعد، انتهى الأمر. قلت لأبويا راح تطلع قبل أيام محرم، يوم يعني بداية محرم بالضبط، هو المحرم أو قبل يوم واحد محرم. قلت لأبويا راح تطلع وأنت توقف على عزل. قال: لا أبويا انتهى بعد، انتهى، ديروا بالكم على عزل حسين. هذا أولا، كأنما علم بنفسه وطلب من الإمام موسى بن جعفر ومن أم البنين تسهيل عملية خروج الروح.
هذا أولا. الأمر الآخر الذي قلت لم أذكره إلى الآن إلا هنا، عند وفاته أنا كنت عند رأسه، واقف عند رأسه في حالة خروج الروح، أنا عند رأسه كنت واقف. في الروايات عندنا تربة الإمام الحسين للمؤمن إذا كان لشفائه، إذا كان مقبلا على الشفاء يسهل، تسهل عليه الشفاء، وإذا كان قضي الأمر لا انتهى الأمر وقارب للوفاة يسهل عليه، تسهل عليه خروج الروح. بيني بين الله كنت واقف عند رأسه وأنظر إليه، أخرجت قليلا من تربة الإمام الحسين ووضعتها بين شفتيه. هو قال لي قبلها لا بابا انتهى بعد، وضعت تربة الإمام الحسين بين شفتيه ورحت إلى الدكتور، ذهبت إلى الدكتور قلت له الضغط يهبط ويصعد، النبض ينتهي ويرجع من جديد. قال لي لا انتهى، قد توفى بمجرد وضع تربة الإمام الحسين في فمه سهلت عليه خروج الروح، وهو واقعا رسم لي طريقا أمشي به، ربما فيه من جهتين الطريق، رسم لي طريق خدمة الإمام الحسين وفي نفس الوقت إياك والرياء في خدمة الإمام الحسين، اجعل عملك خالصا بهذا المعنى، لم يذكره لي باللفظ ولكن بهذا المعنى، اجعل عملك خالصا مع الإمام الحسين، الخدمة للفقراء أخدم الفقراء. ولذلك عرف بأصحابه، كان دائما أصحاب المقربين فقط من طبقة الفقراء، فقط طبقة الفقراء كانوا أصحابه، المقربين له لم يكن له من أهل الرفعة بالغنى من الأصحاب المقربين، فقط من الفقراء كانوا أصحابه. اهتم بهذا المعنى، اهتم بالفقراء ولا تجعل عملك في عطائك لهم رياء. هذا الخط الذي رسمه كأنما بالمعنى لنا وخدم، وهو معروف بخدمته للإمام الحسين وبإخلاصه إن شاء الله للإمام الحسين، وأسأل من الله أن تكون يد الإمام الحسين قد تلقته عند الوفاة ومن بعد الوفاة في عالم القبر، ومن بعدها إن شاء الله يحشر من خدمة الإمام الحسين، وخدمة الإمام الحسين لهم المنزلة العليا يوم القيامة. أسأل من الله أن يجعلنا بأجمعنا من خدمة المولى أبي عبد الله الحسين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الرحمة والرضوان إلى روح الفقيد المحتفى به السيد علي البلوشي الكربلائي، تغمده الله بواسع رحمته. الكلمة الثانية، أنه شاعر أهل البيت الأستاذ حسن الفتال الكربلائي، نستقبله مرحبا به بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأكارم، سأتحدث باختصار شديد عن شخصية المرحوم السيد علي بلوشي.
فمن المعروف لدى الجميع أن مدينة كربلاء المقدسة كانت تتوزع المواكب فيها على 7 مناطق رئيسية، ومنها منطقة البلوش، نسبة إلى عقد البلوش الذي كان ينطلق منه موكب العزاء، ويحدد بعض الحسينيين تأريخ انطلاق الموكب عام 1898. وأن المشاركين في تشكيلة هذا الموكب هم كثر، ولكن ثمة شخصيات كان لها الأثر وأشبه بما يشكلون الهيئة الإدارية في هذا الموكب، ولا أريد أن أذكر الأسماء لضيق الوقت وخشية أن أغبن حق الذكر لبعض الأشخاص، وأتوقف عند المرحوم السيد علي البلوشي وأقول لا أريد أن أسطر عبارات المديح الجاهزة، إنما أقول وأشهد الله على قولي أن هذا الرجل كان حقاً وفعلاً ممن يكمن في روحه جوهر الصدق والإخلاص وخلاصة صفات خادم الحسين صلوات الله عليه. فمثلما ورث من والده المرحوم السيد حسين بلوشي سجايا وصفات حسينية كربلائية صادقة مخلصة، فقد ورث حب واندفاع وحماس المشاركة الفاعلة والقوية، بل الذوبان التام في خدمة القضية الحسينية بكل صدق وإخلاص، وهو طبعاً كفيل العزاء لمدة 57 عام. ففي حياة والده كان الساعد الأيمن لوالده، إذ كان رحمه الله يعتمد عليه في أمور كثيرة في تهيئة موكب عزاء البلوش وإحضار المستلزمات وغير ذلك. وهو رحمه الله ما أن يهل هلال شهر محرم الحرام حتى يتوشح بسواده، يتخلى من وعن كل شيء إلا من التفرغ التام والتطوع لإقامة الشعائر الحسينية، وكان همه الوحيد أن تستمر مسيرة الشعائر الحسينية ممتثلاً بكل مصداقية وإخلاص لقول الإمام الصادق صلوات الله عليه: أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. كان كلما يزداد تعباً وعناءً جسدياً ازداد سعادة وسرورا نفسيا وراحة ضمير، وكنا نلمس ذلك في هذه الراحة، كنا نلمس منه بعد ختام مراسيم العزاء، إذ بعد توزيع الطعام أو بعد ختام أي شعيرة من الشعائر، حيث أنه كان يحس وكأنه استطاع أن يقدم ولو نسبة ضئيلة من المساهمة في إبراز مفاهيم ومضامين القضية الحسينية. وكذلك كان يشعر وكأنه بعمله ذاك يبر والده المرحوم السيد حسين بلوشي، الذي مثلما ورثه صفاتا وسجايا حميدة وفضائل كثيرة نسبية وأسرية وأبوية تربوية وخلقية، كذلك غذاه شوق وتوق عمق التمسك والاعتصام بحبل الله المتين من خلال تمسكه بإقامة وإحياء الشعائر الحسينية. لذا فهو إضافة إلى خدمته على مدى أيام السنة، حيث إقامة المجالس الحسينية في مناسبات استشهاد الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم وتهيئة وتقديم الطعام كان في موسم الحزن أيام الشهر محرم الحرام، يتوقف عن أي عمل غير إحياء وإقامة الشعائر ونصب التكية منذ اليوم الأول حتى اليوم 13 وأحياناً 17 من محرم الحرام. لقد كان يعمل بصمت وبتواضع ليس كمثله تواضع، ويحترم من يعمل معه غاية الاحترام. وأقول كما يعرف الجميع، وربما تحدث بعض الخلافات أو التشنجات بين أفراد في أي عمل معين وكذلك في بعض المواكب أو الهيئات، وهذه الخلافات نابعة من شدة الحرص والإخلاص بالعمل ومن أجل إضفاء الصورة الناصعة للعمل في الخدمة الحسينية، فتحدث اختلافات في وجهات النظر، فيتشنج أو يتذمر بعض الأشخاص أو يمتعض من تصرف معين في أوقات معينة، فينتاب البعض بعض الأفراد الانفعال الحاد. أما هذا الرجل المرحوم السيد علي بلوشي، لم نلحظ يوما من أن تشنج أو تذمر أو عبس بوجه أحد،
فلم أسمع منه يوما أي عبارة أو كلمة تسبب أي تذمر للآخرين أو ذكر أي شخص بغيابه بما لا يحب ذلك الشخص، رغم ما كان يتعرض في أحيان كثيرة إلى ضغوطات معينة، فهو متفرغ تفرغا تام كما أسلفت لصميم الخدمة الحسينية، لصميم الخدمة القضية الحسينية العظيمة. وحين تعرضت الشعائر الحسينية كما هي العادة للحرب الشعواء ولمحاولات منعها، كان يحاول كما الحسينيين الآخرين بكل جهده أن يقيم المجالس الحسينية ويهيئ الطعام ويوزعه على الناس، ولم ينقطع يوما عن ذلك حتى في أحلك الظروف، فلم يتح له الظرف، فإن لم يتح له الظرف لإقامة ذلك في مقهاه، كان في المقهى يقيم الكثير من المجالس وحتى المآدب، إن لم يتح ذلك فإنه كان يعمل في بيته مرة بالسر وأخرى بالعلانية. وفي أحيان كثيرة كانت تقام المجالس داخل المقهى ويتحدد الحضور وينحصر على أشخاص محدودين بسبب الاضطهاد. إن موكب عزاء البلوش الذي كان ملتزماً بتسييره المرحوم السيد علي بلوشي انفرد ببعض صيغ الشعائر الحسينية، وأبرزها تجسيد دور شبيه القاسم صلوات الله عليه، وكان الموكب الوحيد، عزاء البلوش كان الموكب الوحيد الذي يقوم بهذا التجسيد بالتشبيه ليتقدم موكب العزاء ليلة الثامن من شهر محرم الحرام، وكذلك بتكوين مجموعة حرق الخيام وعزاء بني أسد، ما يوجد من تشابيه. كذلك كانت تنطلق بعض المواكب ليلة الحادي عشر، ليلة الوحشة، من تلك المنطقة قرب موقع وتكية البلوش حتى موكب العزاء في أربعينية الإمام مواكب العزاء في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام كانت تنطلق من تلك المنطقة من ساحة الإمام علي صلوات الله عليه التي هي ساحة البلوش. وهنالك أمور أخرى تستلزم وقتا مديدا لا سبيل لذكرها الآن. لقد رحل المرحوم السيد علي بلوشي ملتحقا بأشرف وأقدس ركب خالد، وهو ركب خدمة الإمام الحسين صلوات الله عليه، وترك لنا إرثا حسينيا وفيرا كفيلا بأن يخلد ذكره، وخلف بعده خير خلف، شقيقه السيد هادي، وكذلك أولاده الأبرار السيد حسن والسيد فاضل والسيد هاشم والسيد حيدر والسيد أحمد، وذراريهم طبعا، وإن شاء الله خير خلف لخير سلف، ولا زالوا على العهد في مواصلتهم المسيرة واتباعهم أثره الطيب الذكر، فرحمه الله وألحقه بسابقيه من الخالدين مع سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله عليه. وختاما، أنا يعني آسف قرأت بصورة سريعة لأن يعني اختصارا وللوقت، لأن قال لي الأخ أبو حسين، فمعذرة إذا كنت ختاما، أود بكل صدق وإخلاص أن أتقدم باسمي شخصيا ونيابة عن أسرة السادة البلوشي البوسوي بأسمى معاني الشكر وبالغ التقدير إلى هيئة الشباب الحسيني، هذه الهيئة المباركة حقا بكل أفرادها دون أي استثناء، وكذلك لكل من أسس وساهم في تهيئة وإقامة هذا الحفل التأبيني، وكل الحضور وكل الحسينيين ممن حضر وممن لم يحضر، لكن قلبه وروحه وضميره مع هذه النخبة الطيبة، متمنيا للجميع قبول هذا المسعى العظيم. والله أنتم في أتم نعمة، ونعمة هذه من النعم الدائمة إن شاء الله، لأن هنالك نعم زائلة وهنالك نعم دائمة. نعم الدنيا تزول لكن هذه النعمة أبدا. الآن نحن، أنا تذكرت أحداث قبل أكثر من 50 عام وذكرنا السيد علي، هذه نعمة، وسيظل ذكره وذكر الجميع
سيظل باقيا مع ذكر الحسين عليه السلام، وذكر الحسين سيظل باقيا مع بقاء السماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ حسن الفتال على هذه الكلمة التي هي دون الأطناب الممل وفوق الإيجاز المخل. هيئة الشباب الحسيني في محافظة كربلاء المقدسة تتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى شاعر أهل البيت الحاج علي المعمار بوفاة عمته تغمدها الله بواسع رحمته، وأنا لله وأنا إليه راجعون. منصة هيئة الشباب الحسيني ومنبر هيئة الشباب الحسيني بين يدي الأستاذ الأديب رضا الخفاجي، نستقبله مكللا بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الحضور الكرام. إلى خادم الحسين السيد علي البلوشي وإلى كل من سار على نهج الإمام الحسين، قبل كل ذلك أنا أعتذر لأن المدة قبل أقل من 24 ساعة أنا بلغت بهذه القصيدة فأعذرونا. جهادنا جهادنا بحسين الصبط يزدهر، وسعينا يتنامى وهو يبتكر، لأن في دمنا صوت يحفزنا أن نرتقي بجهاد كله عبر، لأن في دمنا صوت يحفزنا أن نرتقي بجهاد كله عبر، ومن سعى لحياة المجد يلهمه نور الحسين الذي يسمو وينتشر، وكل من خدم الأطهار حق له أن ينتشي بهواه وهو يفتخر. وقد تعود جمع المخلصين بأن يحيوا مآثر من ضحوا ومن نذروا حياتهم لإمام الحق حين سما بكربلاء شهيدا وهو ينتصر على الطغاة ليحيي دين خالقه، لكي يرى الخلق بالإيمان تزدهر. وقد مضيت عليا والعلا شرف، وقد مضيت عليا والعلا شرف بخدمة الصبط حتى صرت من شهروا، وكان موكبكم في كربلاء له صوت تميز، إذ جمهوره درر من النشامى ولائيين ديدنهم حب الحسين، فما غابوا وما فتروا، فللبلوش بأرض الطف مأثرة أدامها الله إكراما لما بذروا. من يزرع الخير يلقى الخير يسبقه، وخدمة الصبط زرع كله ثمر، فللبلوش بأرض الطف مأثرة. ممنون ممنون. وكان موكبكم في كربلاء له صوت تميز، إذ جمهوره درر من النشامى ولائيين ديدنهم حب الحسين، فما غابوا وما فتروا، فللبلوش بأرض الطف مأثرة أدامها الله إكراما لما بذروا. من يزرع الخير يلقى الخير يسبقه، وخدمة الصبط زرع كله ثمر، فاهنأ بروضة خلد يا علي، فقد وصلت للمبتغى والمبتغى عطر. فاهنأ فاهنأ بروضة خلد يا علي، فقد
وصلت للمبتغى والمبتغى عطر، إني أراك مع العشاق ترمقهم بنظرة كلها فخر بها عبر، فسوف يبقى جميع المخلصين إلى نهج الحسين رماحا نهجهم ظفر. وهذه بهجة الدنيا وغايتنا بها نجود، وإن أسرى بنا الخطر فكربلاء تبنت نهج سيدها، وقد تسابقت الأجيال تفتخر قد حققت ما أراد الصبط من دمها، قد حققت ما أراد الصبط من دمها، فقد أراد لها مجدا له أثر، فأصبحت قبلة الدنيا وبهجتها، فأصبحت قبلة الدنيا وبهجتها، إذ عانقت نور صبط كيف تندثر. وها هي اليوم، وها هي اليوم تزهو كربلاء فقد تحقق الحلم، فالإيمان ينتصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. كلمات الثناء عاجزة عن شكر الأستاذ الأديب رضا الخفاجي على هذه اللوحة الولائية الرائعة. استضافت هيئة الشباب الحسيني الرادود الحسيني الحاج عبد الله الأموي الكربلائي للمشاركة الثانية، أما المشاركة الأولى بين يدي خادم الحسين الرادود الحسيني أنمار السلاوي، نستقبله مرحبا به بالصلاة على محمد وآل محمد. لا تموت جواكم الغيرة تطفون شمس الله المنيرة، لا تموت جواكم الغيرة تطفون شمس الله المنيرة، خلوها تغوي ولا تحجبوها والبار يغضب لو تغضبوها، تطفون شمس الله المنيرة. بارك الله فيك، هذا مسهل لك ساعنا بالجواب. لا تموت جواكم الغيرة تطفون شمس الله المنيرة، لا تموت جواكم الغيرة وتطفون شمس الله المنيرة، خلوها تضوي ولا تحجبوها والبار يغضب لو تغضبوها، وتطفون شمس الله المنيرة، وتطفون شمس الله المنيرة. لا تموت جواكم الغي تطفون شمس الله، لا تموت لا تموت جواكم الغيرة وتطفون شمس الله المنيرة، خلوها تضوي ولا تحجموها والبار يغضب وتطفون شمس الله المنيرة، اللهم أدنا على هذه النعمة واحفظ خدام الحسين يا الله. اللهم شافي كل مريض بغريب كربلاء زين العابدين يا الله. لن تموت جواكم الغيرة وتطفون شمس الله المنيرة، لن تموت جواكم الغيرة وتطفون شمس الله المنيرة، الله خلوها تضوي ولا تحجبوها والبار يغضب لو تغضبوها، خلوها
لا تحجبوه والبار يغضب لو تغضبوه وتطفون شمس الله وتطفون هلا نشمي أويش كثر ما وصيت بيه ما نفع به للسقيفة بابه دفعت عليها وسل عليها بلي السيفة والكسار ظلويل وديعه وفاضت الروح بنزيفة كانت بابوها مدللة بعيونها ضاق الفلة وعقب النبي سيد الملا ربيعها ذبها بخريفة غابت شمسنا من سماها من سهم عدوانك رماها وغابت شمسنا من سما هلا من سهم عدوانك رماها ونحلت فدك من عدها سلبوها والباري تطفون وتطفون شمس الله المنيرة وتطفون شمس الله المنيرة لك موت جواك من غيره نشمي تطفون شمس الله المنيرة تطفون شمس الله المنيرة لك موت جواك من غيره تطفون جواك من غيره تطفون شمس الله المنيرة خلوها تضوي ولا تحجبوها والباري يغضب تطفون وتطفون تطفون إلى خادم الحسين الشاعر عبد الرسول الخفاجي الكربلائي عمي غايب رسومك يا بويا ونوم ما نامت عيوني كان يطلبني بعداوة وثار بالباب أصروني وانكسر شانش يطلبوني ما كان بنت المصطفى ولا بنت منى ومكة وصفا هبوا هبوب العاصفة شمعة تضوي وطفوني شمعة تضوي وطفوني دفعوا الباب وصاب ضلعي وما خاف والله يجري دمعي دفعوا الباب وصاب ضلعي وما خاف والله يجري دمعي للزهرة يا تهمة ينسبوها والباري تطفون وتطفون شمس الله المنيرة تطفون شمس الله المنيرة لتموت جواكم الغيرة لتموت جواكم الغيرة تطفون شمس الله المنيرة نشمي تطفون شمس الله المنيرة لتموت جواكم الغيرة تطفون شمس الله المنيرة
خلوها خلوها تضوي ولا تحجبوها والباري غضب له تطفون خادمك ممنون وتطفون شمس أويل غايب رسومك يا بويا ونوم ما نامت عيوني كان يطلبوني بعدا وانكسار ظلي بغيابك قلت شان اش يطلبوني ما تشن بنت المصطفى ولا بتمنى ومكة وصفة هبة وهبوب العاصفة شمعة تضوي وطفاني دفعة والباب وصاب ظلعي ما خاف والله يجري دمعي للزهرة يا تهمة ينسبوها والباب وتطفون شمس الله المنيرة وتطفون شمس الله المنيرة أويلي يا حلا انت الدنيا تشانت بيك وانت تشنت بيها شمس تضحك لي ضحاها وقمر ليلة تهل عليها حزن بخلافك عفتها قاعها وكل روابيها لا شوف بعيونك ضوى عقبك ومليت الهوى وبدمعة عيون ارتوى جفني دمع من بنشيها صارت هجر ما بها مزة سيف الزمان القلب حزة صارت هجر ما هلا سيف الزمان القلب حزة وعدك ليش البضعة صابوها والباري وتطفون شمس الله تطفون شمس الله لا تموت جواكم الغيرة هلا نشمي لا تموت جواكم الغيرة وتطفون شمس الله لا تموت جواكم الغيرة خلوها تضوي والباري يغضب لا تغضبوها وتطفون شمس ويلي لو اريد اتبع لي اسمع جوابي وما اظن ينفع تبي بشخص دارج دفع بابي
هذا حاقد وابن حاقيد مذنب وفاقيد صوابه مهبط وحي وقبلة به دارك وخمسة للعبة وانت بدماتك مخضبة وظلعش البسمار صابه جبريل ما دق باب داريك عقب النبي وشاف الجرالي جبريل ما دق باب عقب النبي وشاف الجرالي ليش ايش عندكم وياها ايش تطلبوها والبارية تطفون شمس الله المنيره الله وتطفون شمس الله المنيره اخر جواب نجمي لن تموت جواكم الغيره هلا وتطفون شمس الله المنيره لا تموت بارك الله بك ماجور جواكم الغيره تطفون خلوها خلوها تضوي ولا تحجبوها والباري يغضب تطفون وتطفون شمس الله المنيره ايه وتطفون اويل بليلة المعراج ربك كرم الهادي هدية ومن عطاياتي الجليل الكوثر انطاه النبي وعزم كل مخلوق تشاء بالبضعة الزكية ليل بسماها شالقمار من تضوي بسنين الدهار ليش الظلا منها انكسار وضاعت بحقها الوصية وضاعت بحقها الوصية وانكسر ضلعش يا الوديعة شقالوا وجوك بيا ذريعة وانكسر ضلعك يا الودي شقالوا شقالوا وجوك بيا ذريعة ودار الوحي بيا عذر طبوه والباري يغضب لك وتطفون شمس الله المنيرة وتطفون شمس الله المنيرة لتموت لتموت جواكم الغيرة الله وتطفون شمس الله المنيرة لتموت جواكم الغيرة تطفون شمس الله المنيرة خلوها تضوي ولا تحجبوها خلوها تضوي ولا تحجبوها والباري يغضب والباري يغضب لا تغضبوها تطفون شمس الله المنيرة على هونك يا حادي العيس قصيد بالغاع اللاوي هذا النص رحم الله والديك على هونك يا حادي العيس قصيد
مشبوح النظر لي حسين تلوحي بفرقتي الأحزان قيلي ليا تور ماشي تيخبرني الدموع حسين بعد ما ظن تشوف العين دمعي العين لاجلي حسين يا حسين لاجل حسين عمي دمع العين عمي دمع هلا هلا بكم لاجل يا حسين خادمك خادمك على عين يا أبا عبد الله لا خادم أهل بيت سيد كريم العرداوي أيوة عينك يا ضوء عيناي يا حسين القلب ملشوم لا تمشي المينا يا وياك تمشي وعلى ضيعينا تحوم مروتك لا تعذب الروح ما تحمل فراها هموم أخاف من الليالي تخليك بحزي المهضوم دم دمع العين عمي دمع العين لاجل حسين